باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته. صلصال طين خلط برمل فصلصل كما يصلصل الفخار، ويقال منتن، يريدون به صل، كما يقال صر الباب وصرصر عند الإغلاق، مثل كبكبته يعني كببته، فمرت به استمر بها الحمل فأتمته، ألا تسجد أن تسجد. باب قول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال ابن عباس لما عليها حافظ إلا عليها حافظ، في كبد في شدة خلق، ورياش المال. وقال غيره الرياش والريش واحد، وهو ما ظهر من اللباس، ما تمنون النطفة في أرحام النساء. وقال مجاهد إنه على رجعه لقادر، النطفة في الإحليل. كل شيء خلقه فهو شفع، السماء شفع، والوتر الله عز وجل، في أحسن تقويم، في أحسن خلق، أسفل سافلين إلا من آمن، خسر ضلال، ثم استثنى إلا من آمن، لازب لازم، ننشئكم في أي خلق نشاء، نسبح بحمدك نعظمك. وقال أبو العالية فتلقى آدم من ربه كلمات، فهو قوله ربنا ظلمنا أنفسنا، فأزلهما فاستزلهما، ويتسنه يتغير، آس متغير، والمسنون المتغير. حما جمع حمأة، وهو الطين المتغير، يخصفان أخذ الخصاف من ورق الجنة، يؤلفان الورق ويخصفان بعضه إلى بعض، سوآتهما كناية عن فرجهما، ومتاع إلى حين، ها هنا إلى يوم القيامة. الحين عند العرب من ساعة إلى ما لا يحصى عدده، قبيله جيله الذي هو منهم. حدثني عبد الله بن محمد حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خلق الله آدم وطوله 60 ذراعا، ثم قال اذهب فسلم على أولئك من الملائكة فاستمع ما يحيونك تحيتك وتحية ذريتك، فقال السلام عليكم، فقالوا السلام عليك ورحمة الله، فزادوه ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص حتى الآن. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشفهم المسك، ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب، وأزواجهم الحور العين، على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سليم قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة الغسل إذا احتلمت؟ قال نعم إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فقالت تحتلم المرأة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبما يشبه الولد. حدثنا محمد بن سلام أخبرنا الفزاري عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال بلغ عبد الله بن سلام مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فأتاه فقال إني سائلك عن 3 لا يعلمهن إلا نبي، أول أشراط الساعة، وما أول طعام يأكله أهل الجنة، ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه، ومن أي شيء ينزع إلى أخواله.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خبرني بهن آنفا جبريل. قال: فقال عبد الله: ذاك عدو اليهود من الملائكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد حوت، وأما الشبه في الولد فإن الرجل إذا غشي المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. قال: أشهد أنك رسول الله. ثم قال: يا رسول الله، إن اليهود قوم بهت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك. فجاءت اليهود ودخل عبد الله البيت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ قالوا: أعلمنا وابن أعلمنا، وأخبرنا وابن أخبرنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فقالوا: شرنا وابن شرنا، ووقعوا فيه. حدثنا بشر بن محمد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، يعني لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها. حدثنا أبو كريب وموسى بن حزام قالا: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن ميسرة الأشجعي عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. حدثنا عمر بن حفص، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا زيد بن وهب، حدثنا عبد الله، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكا ب4 كلمات، فيكتب عمله وأجله ورزقه وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح، فإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة، وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر ابن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وكل في الرحم ملكا فيقول: يا رب نطفة، يا رب علقة، يا رب مضغة، فإذا أراد أن يخلقها قال: يا رب أذكر، يا رب أنثى، يا رب شقي أم سعيد، فما الرزق فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. حدثنا قيس بن حفص، حدثنا خالد بن الحارث، حدثنا شعبة عن أبي عمران الجوني عن أنس يرفعه أن الله يقول لأهون أهل النار عذابا: لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به؟ قال: نعم. قال: فقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي، فأبيت إلا الشرك.